جاهز يا سمر؟ جاهز يا محمود؟ اوكي جاهز يا سمر؟ اوكي يلا ستاند باي. ثواني ثواني. اوكي البلوزه ريدي. ستاند باي داير. مين فينا ما بيحبش الهدوء؟ مين فينا ما بيحبش يشوف كل شيء حواليه جميل؟ كده رحنا عارفين حاجة. ليه في ايه؟ عشان اعرف اسجل. دي 10 مره نقف مش هينفع كده. معلش 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 نقل مكان تاني يا جماعه عشان نخلص التقديمه بتاعتنا. يلا يا جماعه. جاهزه يا ناديه؟ جاهزه. جاهزه سمر هسجل وان شاء الله يكون الصوت هادي. داير. مين فينا ما بيحبش الهدوء؟ مين فينا ما بيحبش يشوف حواليه كل شيء جميل؟ يا ترى احنا حاسين بالمشكله اللي احنا فيها؟ اصوات عاليه وازعاج في كل مكان. كتل الخرسانيه هدمت كل شيء جميل. الحمايه من التلوث البصري والسمعي هل هو مجرد رفاهيه ولا المشكله دي تاثيرها خطير على حياتنا؟ عندما يعيش الملايين من البشر معا ينتج عنهم الكثير من الاصوات المزعجه التي لا نستطيع تفاديها، لكننا أضفنا إليها ضوضاء أخرى من صنعنا شاركنا فيها كبارا وصغارا. فهل نعاني جميعا من مشكلة الضوضاء؟ مفيش أسوأ من كده ينفع نعيش فيه. كل الناس دي ذنبها إن هم يعيشوا حاجة زي كده. أنا متهيألي البلد كلها بصوت عالي، الواحد نفسه يرجع الصحراء يقعد في الهدوء مع نفسه. واقع وعايشينه وبنتعايش معاه كل يوم. نفسي أصحى من النوم ألاقي الدنيا هادية والناس تبطل زعيق وصريخ. ضوضاء مرعبة خلاص يعني صعب. ما هو تأثير التلوث السمعي والبصري على الإنسان؟ كان هذا سؤالنا للدكتور هاشم بحري أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأزهر. بالنسبة للتلوث السمعي والبصري اللي احنا بنشوفه حاليا في مصر، بنتكلم فيه على أساس أنه جزء مؤثر جدا على شخصياتنا وعلى سلوكياتنا، بمعنى أن كل واحد فينا محتاج فترة من الراحة والهدوء علشان يعرف يركز ويجمع ويكون عنده إحساس بالاسترخاء ويقدر يعيش. ده اللي احنا بنعمله لما بنروح البحر والحياة، بنحس ان احنا قادرين نهدى عشان ما بنسمعش حاجة ونشوف حاجة مزعجة. دلوقتي لما بقى طول الوقت احنا في ضغط شديد جدا ومتعرضين لهذه الأزمة، اللي بيحصل ان احنا طول الوقت بنبقى مضغوطين متوترين مش قادرين نتعايش مع الضغوط، بيجي لنا قلق واكتئاب توتر، أعراض نفسه جسمانية بتظهر على هيئة أن الواحد الأمعاء بتتعبه وشعره بيقع، في حاجات كتيرة بتؤثر علينا. اللي أنا بقوله أن التوتر والمهرجان اللي احنا عايشينه نتيجة هذه الضغوط اللي بنسمعها ونشوفها طول اليوم بتؤثر على سلوكياتنا، محتاجين راحة علشان نعوض هذا الضغط. هناك العديد من سكان القاهرة قد هجروها، منهم السيدة عايدة التي انتقلت للقاهرة الجديدة، فقمنا بزيارتها. ازاي الحمد لله اتفضل. ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا. يا ترى ليه حضرتك سبتي وسط البلد وجيتي عشتي هنا؟ سبت وسط البلد عشان في حاجات كتير جدا، من ضمنها ان الشارع اصبح زحمة جدا وصوت العربيات شديد جدا، ده ما كانش بيخلينا نعرف ننام، فكان لازم ان انا ادور على حاجه عشان طبعا انت عارفه الواحد لما بينامش كويس بيصحى عنده صداع ما بيعرفش يشتغل، فكان لازم ان الواحد يدور على مكان يكون الصوت هادي يعرف الواحد ينام كويس يقدر بعد كده يقوم يعرف يشتغل. يا ترى هو ده السبب الوحيد اللي سبتي عشان وسط البلد وجيتي هنا؟ لا طبعا اكيد في اسباب تانية، يعني اسباب تانية كتير خلتنا، من ضمن برضو الحاجات ان كان الواحد مخنوق، كل بيمشي في الشارع يلاقي ابراج طلعت، لان يمشي هنا يلاقي ارتفاعات هنا ارتفاعات، فمكان الهواء لك لا الهواء بتقدري توصلي له كويس، ولا كمان الشكل ان انت بتبصي بعينك تلاقي حاجه ايه تخليكي يعني هاديه، فدي برضو من العوامل اللي خلتنا ان احنا ندور على مكان يكون فيه هدوء ويكون فيه حاجه ان احنا لما نشوف حاجه بعينينا نحس بالراحه. ايه ساره هاجر كان لهم ايضا راي في الاقامه خارج العاصمه. جينا هنا لان الجو هنا كان نقي وهنا الحياه كويسه، ما كنتش بعرف انام دلوقتي بقيت اعرف انام. انا حبيت المكان هنا عشان الخضره والهدوء. مصر الجديده منطقه ذات طابع معماري اوروبي تم انشاؤها منذ اكثر من 100 عام، هي مثال حي على الجمال المعماري. جمال احد سكان مصر الجديده يتمنى ان يراها كما كانت من قبل، وهو يرى ان كثيرا من تلك المباني الاثريه اوشكت على الاندثار. شايفين المكان اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي؟ مكان يمثل حقبه تاريخيه مهمه. المكان ده كانت المقصوره الملكيه للخديوي توفيق وحضرته الملكه اوجيني،
وحضروا الملك فاروق، ويمثل حقبة تاريخية يجب ان احنا نهتم بيها. الان اصبح ان هو يلوث البصر وموجود فيه اتربة ومهمل والناس مش مهتمية بيه او المسؤولين مش مهتمين بيه. يجب ان هو يكون مكان مزار تاريخي تزوره الناس تستمتع بيه، يبقى فيه خضرة بدل الاتربة اللي موجودة. ليس فقط المباني الأثرية المعرضة للاندثار، ولكن أيضا المباني القديمة الآهلة بالسكان وهي ذات طابع معماري مميز يجب الحفاظ عليه. شايفين المبنى دون؟ المبنى ده كان فيه منه ثلاثة، لكن للأسف الشديد الثلاثة فضل منهم واحد، اثنين اتهدوا، فضل واحد. ثلاثة كانوا شكل واحد بيمثلوا صورة جميلة، طابع خاص ليهم. اتهد اثنين، هيطلعوا عمارتين كبار هيداروا على المبنى دون. كل عمارة لها شكل خاص هيشوه المنظر العام للشارع وللطريق. فنأمل ان احنا نحافظ على المباني القديمة اللي بتمثل تراث وبتمثل حضارة وبتمثل قيمة جمالية للحي ككل. ذهبنا الى اللواء عادل طه رئيس حي مصر الجديدة للتعرف على دوره في حل تلك المشكلة. اهلا وسهلا، اهلا بيكي، اتفضلي. كنا عايزين نعرف من حضرتك بقى ايه الدور اللي بنعمله عشان نحافظ على الطراز المعماري الجيد لمصر الجديده. في هذا المجال في مجموعه قوانين تم سنه في قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 526 لسنه 2008 حدد مساحه لا يجوز فيها الارتفاع اكثر من 25 متر. المنطقه دي محصوره ما بين شارع المرغني، شارع العروبه، شارع ميدان هليوبلس، حتى شارع عبد العزيز فهمي. التجاوز لا يزيد عن 5. إذا كان الشارع مساحته تكون أقل فبقى الحد الآن الارتفاع ممكن يبقى 10 متر أو 7 متر. في القانون رقم 144 لسنة 2006 وده نص على أن المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو له صفة معمارية متميزة القانون يحظر هدمها. شارع بغداد من أقدم شوارع مصر الجديدة ذات الطابع المعماري الخاص، والآن أصبح مثالاً يحتذى به في مواجهة التلوث السمعي والبصري، حيث يستطيع الجميع استخدامه لقضاء لحظات من الاسترخاء في إحدى شوارع القاهرة، بما لا يؤثر على الشكل الجميل للمباني بل استخدامه كمزار. هنا يأتي دور الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدة للنهوض بالمجتمع، وهذا ما أكدت عليه أستاذة نجوى شعيب نائب رئيس جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة. صباح الخير، احنا هنا في شارع بغداد قلب مصر الجديدة. جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة قامت بالفكرة دي من 4 سنين نحتفل بمئوية مصر الجديدة علشان نحافظ على تراثها الجميل ونلفت نظر الناس انه المباني القديمة دي لازم الواحد يحافظ عليها، ينظفها، يجملها. وكل سنة بنقيم كرنفال بنقفل فيه الشارع ونمنع المرور، والسنة دي الحمد لله أنجزنا، وصلنا للإنجاز اللي كنا بنطالب بيه إن الشارع يتقفل كل يوم جمعة. وزي ما احنا شايفين الفكرة دي بتمنع التلوث السمعي، بتخلي الناس تهتم بجمال الشارع، بتديلهم فرصة للالتقاء مع بعض في جو مريح للأعصاب. والنجاح بتاع العملية دي تم الحقيقة عشان المجتمع المدني خد المبادرة، بدأ هو المبادرة وتعاون مع الجهات الرسمية حي مصر الجديدة وبتمويل من القطاع الخاص، واحنا حاسين ان دي فكرة ناجحة جدا، وبنتمنى ان احنا كلنا دايما نتعاون ونبقى عالم واحد. لكي نكون عالم واحد يجب أن نتعاون جميعاً للتخلص من التلوث السمعي والبصري الذي يحيط بنا، ليس فقط في مصر الجديدة ولكن في مصر كلها. اللي عرفناه النهاردة يمكن البعض منا مش ملاحظه، ويمكن ملاحظه ومش مقدر خطورته. يا ترى التلوث مشكلة وهتعدي ولا واقع احنا عايشين فيه؟ يا ترى هنقدر نغير الواقع ده ولا هنسيبه هو اللي يغيرنا؟